بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم شباب؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب، وتكونوا بألف صحة وسلامة. إن شاء الله هنكون مع بعض النهاردة في الفيديو التاني من فيديوهات عمل الجراحة. هنبدأ فيها في العمل اللي بجد زي ما احنا بنقول، اللي هو اليورولوجي، اللي هو السي تي بقى والام ار اي والاكس راي بتاع اليورولوجي وكده، ودي اللي انت هتتعرض لها بشكل كبير جدا في الامتحان. احب افكرك ان احنا في الفيديو الاولاني شرحنا الانترودكشن البيزكس وطولنا فيها حبه عشان تفهم وتستوعب الامور وتسترجع اساسيات الاشعه، وقلنا برضو بعض الاسئله التركات اللي بتيجي في الجزئيه دي، وبرضو دخلنا في الجزئيه الجديده اللي نزلت لكم في المنهج اللي هي الالتر ساوند، وشرحناها على قد ما نقدر كده وفهمناها سوا، وان كانت هي اقل اهميه من محتوى فيديو النهارده. فان شاء الله مش عاوز اطول عليكم في البدايه ونخش على طول في الموضوع، بس قبل ما نبدا عاوز ان احنا نسمي الله كده ونصلي على مصطفى بنيه ان ربنا يبارك لنا في الوقت اللي هنذاكر فيه او اللي هنسمع في الفيديو، فعليه افضل الصلاه واتم التسليم. نبدا يلا. النهارده انا قلت هنبدا في اليورولوجي، تمام؟ اليورولوجي هنبدا بحاجه احنا بنسميها موجوده في الورق اسمها السكيم. السكيم دي مش موجوده في اي سورس تاني معاك، وحتى الكليه مش منزلاه. طب انا ليه عامل السكيم دي وبقولها لك؟ تمام، هقول لك. لان الورقه دي او الحته اللي مش مكمله ورقه، بقيه الورقه فاضيه اهو زي ما انت شايف. الحته دي لو انت ركزت معايا فيها بس في 10 دقايق فهمتها كويس، تمام، وما كملتش معايا بقيه الفيديو، اكاد اجزم لك ان انت بنسبه 90% هتقول الفول كومنت على الاشعه بشكل سليم وصحيح تماما، وهتقفل ان شاء الله الفول كومنت، هيتبقى لك بس السؤال النظري وانت وشطارتك في الموضوع ده. فلو سمحت مركز بس في اول 10 دقايق، وهتلاقي بعد كده الكلام بيتكرر بشكل مبالغ فيه، لان انت خلاص حفظت، وهتلاقيك حفظت الفيديو وهتلاقيك بتكرر، يا دوب ان كنت هتبذل مجهود، فهو ان انت تسترجع بس الاسئله النظري اللي احنا بنحطها بعد كل مجموعه اشعه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدا بالسكيم. قلت لك انا عندي في اليورولوجي ثلاث مشاكل، اللي هو الستونز والرينال كانسر والبلادر كانسر، تمام؟ تمام. عاوزين بقى نبدا ان احنا نشوف ايه الاشعه بتاع كل نوع. قلت لك لو تفتكر معايا في الاسئله بتاعت التركات، قلت لك ايه الانيشال ستيب لاي واحد عنده رينال ستون، اي عنده ستون في اي حته، معلش. قلت لك بنعمل ايه؟ قلت لي بنعمل اكس راي. قلت لك طب انا لو عاوز بقى اعمل كونفرميشن للاكس راي دي، لو الاكس راي مش شكاكاني في حاجه، بعمل ايه؟ بعمل سي تي. اي نوع من السي تي؟ بقول له للدكتور سي تي واسكت، ولا اقول له سي تي وحاجه؟ بقول له لا، سي تي وحاجه، اللي هي ايه؟ سبايرال او نان كونتراست سي تي، يعني ما بحقنش الصبغه، بعمل سي تي فقط، تمام؟ تمام. انما باجي اتكلم بعد كده عن رينال كانسر، قلت لك لو تفتكر معايا قلت لك ايه الانيشال ستيب؟ الترا ساوند. طب انت كاندر جرادويت ما عندكش الالترا ساوند، تمام، فيبقى لك ايه الكونفرميشن بتاع السي تي بتاع الرينال كانسر؟ معلش، هو ايه؟ هتقول لي برده السي تي. طب السي تي بقى الكونفرميشن بتاعها ده سي تي واسكت ولا سي تي واقول حاجه؟ لا، هنا بقى سي تي واقول حاجه، اللي هي ايه؟ واقول كونتراست انهانسد سي تي، كونتراست انهانسد سي تي، بحقن صبغه، فالصبغه دي تعمل لي الكدني تشربها، وبالتالي التشو بتاعتها تشربها، فلو في ليجن مثلا هيعمل لي لاين اوف ديماركيشن، لانه هيبان بقى بعد ما شرب الصبغه. طب لو ده لو في البارينكما بتاع الرينال بتاع الكدني، طب لو في البلفس خلاص الصبغه هتعدي من حواليه، او هو هيبدا يمنع ان الصبغه تعدي في اليوريتر، فبنسميه كده ان هو ماس ارايزنج فروم البلفس، وهنتكلم عليها بالتفصيل. طب لو في البلادر، في البلادر قلت لك لو تفتكر معايا ايه الانفستيجيشن اكسسوارز بتاع البلادر، قلت لي على طول ام ار اي. قلت لك طب ام ار اي واسكت ولا اقول حاجه؟ قلت لي لا، هقول هو انهي نوع، تي 1 ولا تي 2. لو تفتكر قلت لك عشان ابين اي ليجن ليه علاقه بالميه بستخدم تي 2. ليه؟ قلت لك عشان احنا حافظينها تي 2، تي يبقى بتساوي اتش 2 او، وبالتالي خلاص يبقى تي 2 هي بتاع اي حاجه فيها ميه، عشان كده بتبقى ام ار اي تو ويتد ايمج، وهنتكلم بعد كده على الموضوع. تعالى بقى نتكلم على حاجه بنوع من التفصيل شويه وفي نفس الوقت باختصار، بحيث ان انا اتجاوز 10 دقائق وهتلاقي الكلام بيمر معاك سريعا جدا جدا ان شاء الله. انا قلت لك بقى خلاص انا دلوقتي عاوز اعمل الانيشال ستيب بتاعتي بتاع الستون
اللي هي الكي يو بي. تمام. الكي يو بي انا دلوقتي عاوزك بس تفهم معايا، لما اجي بعلق على اي اشعه بيبقى قدامي ورقه سودا كده وهحطها قدام لمبه، فانا مطلوب مني اعلق عليها ايه؟ الورقه السودا اللي قدامي دي نوعها ايه؟ يعني هل هي اكس راي؟ لا. هل هي سي تي؟ لا. هل هي ام ار اي؟ لازم نعرف الفرق. وانا قلت لك الفرق في الفيديو الاولاني، هنعدي عليه سريعا بس كده. قلت لك الاكس راي شكلها باين مش هنحتاج نفرق، انما السي تي افتكر معايا، السي تي قلت لك هي الاكس راي، فالبون هيبان ابيض تماما، انما الام ار اي البون بيبان اسود ما بيبانش خالص. فعشان كده انا فرقت بين السي تي وبين الام ار اي وبين الاكس راي. تمام. فانا لازم لما اجي اعلق اقول الاتي، الورقه اللي بايدي دي ايه نوعها؟ فهقول له مثلا دي بلين اكس راي، بحدد المنطقه بتاعتي ايه الاعضاء اللي انا شايفها على الفيلم ده. ده انا هنا في يورولوجي، يبقى هيبان لي كيدني ويوريتر وبلادر اللي هو الاختصار الكي يو بي. تمام. فدي موجوده في منطقه ايه؟ الابدومين والبلفس. تمام. في كلمه كده دي استامبه بنحطها في اي حاجه في اشعه، اللي هو حتى ان شاء الله هتتعرض لها في الاطفال وهتتعرض لها في البطنه، لو في اشعه البطنه بنقول في الاكس راي حاجه كده ثابته في كل حاجه، ان الفيلم ده اوف جود كواليتي لان البيشنت ويل سنترلايزد وي شوينج الديماركيشن لاينز اوف الاريا اللي انا عامل عليها الاشعه. ايه الديماركيشنز لاين؟ لو تفتكر معايا قلت لك الكيدني الاور بول بتاعها عند تي 12. تي 12 لو انا هنرسم بقى رسمه اناتومي الفقرات وقدامها القفص الصدري، هتلاقي ان لاست تو ريبس بدايه الريب ال 11 هو عند التي 12. تمام. فعشان كده بنقول شوينج اللاست تو ريبس. تمام. وفي نفس الوقت اخر حاجه في البلادر بتبان عند اللور بوردر اوف السيمفيسيس بيوبس، يبقى انا كده فعلا بادئ من ابر بول بتاع الكيدني ناهي عند اللور بوردر بتاع البلادر. فعشان كده بنقول جود كواليتي، ودي استامبا بنقولها في اي حاجه في الاكس راي بتاع الجيولوجي. بعد كده خلاص انا عرفت ايه الاشعه اللي قدامي وعرفت على انهي مكان وقلت الاستامبا بتاعتي، هبدا ان انا اعلق بقى على الليجن، الحاجه الغريبه اللي انا شايفها في الفيلم. ايه الحاجه الغريبه؟ انا بتكلم دلوقتي على ستون، وقلت لك الستون زيها زي العظم. تمام. فهتبان في الاكس راي بيضه بنسميها احنا ريديو اوبيك، مش هتقول له والله يا دكتور عندي حته بيضه هيقوم مصفر لك الدرجه على طول، بنسميها احنا في الاكس راي ريديو اوبيك. تمام. اون اللمبر ريجون عشان احنا عارفين ان الكيدني في اللمبر اريا. تمام. موستلي ايه في الاخر بقى؟ موستلي دي كده كلام انشا، هو في دكاتره بتقول لك خلاص قشطه تمام تعالى بقى يسالك اسئله نظري، وفي دكاتره تقول لك طب كمل بقيه الكومنت، فبتقول لي ده غالبا هو ستون يا دكتور، وعشان اعمل مور كونفرميشن هعمل سي تي. تمام. الجملتين مهمين دي، هما تباجه فبس لازم نقولهم. يبقى انت لو انت فهمت معايا هتلاقيني قلت لك في اي اكس راي قدامك للستون، هتلاقيك انت بس ايه كل الكلام يعني دي استامبا ودي استامبا ودي استامبا، يا دوب انت بس ركزت على دي. تمام. ودي برضو استامبا والله. فانت كل الحاجه الوحيده الغريبه اللي انت قلتها هنا هو السطر ده، هو والله ده الحاجه الوحيده اللي انت عملتها في البتاع ده اللي هو راديو اوبيك شادو اون اللمبر ريجن. تمام. فهمتني؟ عشان بس نختصرها سريعا، يبقى ده عباره عن ايه؟ بلين اكس راي اون الابدومين والبلفس اوف جود كواليتي عشان العيان ويل سنترلايزد، وعشان هي شو اللاست تو ريبس واللور بوردر بتاع السيمفيسيس بيوبس، وانا شايف حته راديو اوبيك شادو موجود في المنطقه الفلانيه ده غالبا ستون، وعشان اعمل مور كونفورميشن هكذا هتكلم عن السي تي. طب تعالى بقى نعلق عن السي تي نفسها، لو جاب لك سي تي، لو تفتكر معايا من الفيديو الاولاني انا 100 مره قلت لك وقلتها كمان في اول الفيديو ده، يبقى هي عباره عن ايه؟ ده يا دكتور عباره عن سي تي نان كونتراست سي تي، عشان ده ستون مش بستخدم معاه صبغه، يبقى نان كونتراست سي تي على انهي منطقه؟ على الابدومن. خلاص. طب انا قلت لك بس بنزود حته في السي تي عن الاكس راي، ليه؟ لان قلت لك السي تي هي عباره عن زي 100 اكس راي مع بعض فبتقطع الجسم، فلازم انا اشوف الشكل بتاع البنتريشن بتاع الراديشن بيم وهي بتقطع الجسم، هل قطعتها زي قطع اللانشون فاقول لك اكزيال، لا، ولا هل هي قطعتها نص قدام ونص ورا فاقول لك كورونال، او هل هي قطعتها بالجنب فاقول لك لا ساجيتال. فالكلمه دي معلش دي هتبقى متعبه، وانا كده شرحتها لك في الفيديو الاولاني ومش عاوز اعيد الكلام عشان ما اطولش وقت الفيديو، قلت لك اهو كده ده زي قطع اللانشون فكده اكزيال. تمام. انا قطعك زي حته بالعرض كده وبصص عليك من فوق، انما لو قطعك نص قدام ونص ورا ده كده كورونا لو. تمام. انما لو قطعك بالجنب شايل نص جسمك وبصص عليك من الجنب فكده احنا بنسميه ساجيتال، وفهمناها سوا.
تمام. ايه بقى الكلمة الغريبة اللي انا بقولها هنا، او الحاجة الوحيدة اللي انت هتحفظها، اللي هي هايبر دنس ستون. هايبر دنس قلت لك لان السيتي الستون هي عبارة عن بون، وزي البون بالظبط. طب البون بيبان ايه في السيتي؟ بيبان ابيض. طب وقلنا كلمة ابيض في السيتي يعني ايه هايبر دنس؟ عشان كده احنا طولنا في البيزكس، انما هنا هتلاقينا اختصرنا. بالله عليك يا شباب، بالله عليكم حد ينسى كلمة الازهر كدني؟ لان لو تبص معايا هنا مثلا في اشعة على الكدني، سيتي على الكدني، الكدني بتشو الازهر كدني. يعني لو انا عشان عاوز اشوف الليجن ده لازم اعمل فول كومنت على على الكدني التانية. دي يا شباب والله بتنقص، يعني دي عليها درجة او درجة ونص كمان، مع انها كلمة تافهة واسطمبة زيها زي اي اسطمبة. بقول له الازهر كدني لوك نورمال او انكريزد في السايز، في السايز اللي احنا بنسميها هايدرونيفروزس. يبقى كده احنا عرفنا الفول كومنت على على الستون، سواء سواء اكس راي او سواء سي تي. هبدأ ان انا اعمل فول كومنت على الرينال. قلت لك خلاص ما عندناش الترا ساوند، احنا عندنا السي تي، وقلنا عرفنا ان هو خلاص كونتراست انهانسد عشان نعرف مين اللي هيشرب الصبغة ومين اللي هيعمل ومين اللي هيقطع الصبغة ويمنع مرورها. قلنا خلاص احنا فرقنا بينهم بارينكما ورينال بنفس، وعرفنا ليه. طب انا لما اجي اقول لك البارينكما، تمام، يعني الصبغة شربت شربت معلش الكدني هي اللي شربت الصبغة. فما شربت الصبغة، لو انا الليجن في البيراميدز في الفانكشنال تيشو بتاع الكدني، تمام، هيعمل له ايه؟ هيعمل له لاين اوف ديماركيشن. بمعنى ايه؟ ان هو خلاص الجزء ده هيشرب الصبغة ويبدا يعمل لي ليجن زي ده يا شباب. يعني ده كده هو ده جزء شارب من شارب الصبغة وعمل الدايرة دي اللي هو احنا مشاورين عليها هنا بالسهم. طب بذمتك هل ده جزء من الكدني ولا الكدني نورمال اهي، تمام، والكدني التانية نورمال اهي؟ دي حاجة اكسترا نورمال، حاجة زيادة، فده كده احنا بنسميه رينال ماس، ده في البارينكما. وشوف هنا الصبغة شربته، عشان كده ده هيفرق معايا في الكومنت اللي انا هخليك تحفظه شوية، تمام. انما هو هنا شرب الصبغة، انما هنا مثلا لو في الرينال بلفس، تمام، لو في الرينال بلفس هو هنا منع مرور الصبغه. يعني شوف الصبغه كلها اتجمعت هنا وفي حاجه منعت الاعاقه بتاعتها. ايه اللي منع منع معلش مرورها دي تمشي في اليوريتر عشان توصل للبلاده؟ الحاجه اللي منعت دي بنسميها سوفت تيشو ماس، بنسميها سوفت تيشو ماس، تمام تمام. طب هتيجي تقول لي هو انا ليه اصلا اساسا عمال انت تقول لي تشرب الصبغه وهناك هتمنع مرور الصبغه بعد ما شربتها والكلام ده؟ عشان لو انت كنت مركز معايا في الفيديو الاولاني انا قلت لك كده، لو تفتكر قلت لك عندي في اتنين فيزز لما اجي احقن صبغه، عندي حاجه بنسميها نيفروجينيك فيز واكسكريتوري فيز. النيفروجينيك ده اللي هيبين البارينكما، انما الاكسكريتوري هو ده اللي هيبقى في رينال بلفس او في اليوريتر او الكاليسز. يعني في كتله منع الصبغه ان هي تمر من الحته اللي فوق للحته اللي تحت، زي كده ما تعمل قطع للطريق. هو هنا التيومر او الماس عامله قطع للطريق. فهمتوا يا شباب معايا الكلمه دي؟ طب ليه الهيصه دي كلها؟ عشان الكلمتين ده والله، عشان انا ممكن كنت اقول لك احفظهم بس انا عاوزك تبقى فاهم معايا. اما اجي اقول لك لو انا في البارينكما هتقول الجمله ده ايه؟ انا عندي ويل سيركمسكرايبد ماس، وانا قلت لك وبنيت، لو انت لو رجعت بالفيديو دقيقتين هتشوف شكل الدايره كده اللي طالعه من الكدني ويل سيركمسكرايبد، يعني انا عارف حدودها بالظبط، همشي عليها القلم وهتترسع. وشو هيتروجينوس انهانسمنت، يعني ايه هيتروجينوس انهانسمنت؟ يعني هتلاقي حتت فاتحه وحتت غامقه. بمعنى ايه؟ هوريك اهو، ثانيه واحده خليك معايا اهو. لو شوف 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 هنا دي حته بيضة، هنا حته جري شويه، لا هنا حته سودا خالص، لا هنا حته فاتحه اهو، حته بيضة حته سودا، هيتروجينوس ماس، حتت شاربه وحتت مش شاربه وشكلها غبي. عشان كده الكلمتين دول مهمين، بنقول ويلكم ويل سيركمسكرايب وهيتروجينوس ماس. انما هنا في رينال بلفس انا هنقول الجمله واحده، حاجه سده الطريق، سوفت تيشو ماس ارايزنج من البلفس او اليوريتر او اي نيله فاني كدني، تمام. وما تنساش الجمله الاسطمبه، بعلق على الازهر كدني. اديك عرفت السي تي هنا هي هنا قلنا النوع السي تي، قلنا النوع السي تي، قلنا المكان، قلنا المكان، هنقول الكاتس، هنقول الكاتس. الجمله هنا هنقول هايبر دنس ستون، انما هنا هنقول ويل سيركمسكرايب هيتروجينوس ماس، انما هنا هنقول سوفت تيشو ماس ارايزنج من الحته الفلانيه. هنا معلق على الازهر كدني، هنا معلق على الازهر كدني. اخر حاجه البلادر كانسر، وعرفنا ليه قلنا ام ار اي، وعرفنا ليه قلنا تي 2 ويتد ايمج، وقلنا برده هنعلق
على القدس. هنا الجملة سهلة وبسيطة جدا، بلادر باللاتيني يعني فيسكس، فيسكس اللي هو زي كيس او وعاء، فبنسميه انترابازيكال. نفس الحوار ده، حاجة طلعة عاملة زي جعبة كده جوه البلادر، تمام، حاجة دايرة كلكيعة جوه البلادر، فبرضو هيها عاملة سد للطريق ومخليها مثلا ان البلادر ما تعبش يورين كامل، فتلاقي ان اليورين معمول تحت السوفت ديشوماس دي وتحتها كده وهي ما عندهاش اي مية، فبنسميها برضو نفس الحوار سوفت ديشوماس انترافازيكال جوه البلادر، تمام. ارايزنج من الوول دي بقى لو انت طالب فيت، لو انت طالب فيت وعاوز تقول جمله كامله هتقول الجمله دي مثلا ارايزنج من الابر وول، لا من البوستيريور، لا من اللاترال، من الانفيريور لو هتقولها. لو انت هتقول له بس دي كده انترافازيكال سوفت تيشو ماس هتاخد الدرجه. غالبا ايه الحاجه الوحيده اللي هتطلع في البلادر كانسر وتعمل ماس وي 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 هو البلادر كانسينوما، ملهاش حاجه تانيه غير كده. ادينا كده عرفنا السكيما بالظبط. طب السكيما خدنا فيها وقت؟ معلش خدنا فيها ربع ساعه. شوف بقى معايا بقى كده في بقيه الفيديو. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بالستون ديزيز. عد معايا بقى يا صاحبي كده هتلاقي الكلام بيتعاد تاني، هو الكلام بتاع الاسطمبة بالظبط. اهو 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 بص معايا على السريع اهو يا سيدي، اهو كي يو بي اكس راي جود كواليتي، تمام. وعرفنا خلاص ان هي ليه جود كواليتي، هنقول كلمه ثابته راديو اوبيك شادو، قلت لك خلاص. هنا بص معايا، عاوز ابين لك حاجه بس معلش، انت عكس الاشعه، يعني لو ده يميني فهو شمال، لو ده شمالي فهو يمين، عشان كده بنقول رايت، تمام. وقلت لك الكدني في اللمبر ريجون، فهتلاقي الكلام بيتعاد مستلي رايت رينال ستون عشان اعمل كونفرميشن سي تي. عيد معايا الاشعه اللي بعدها هتلاقي الكلام بقى ماشي بديهيات، انت بس تعب في السكيم هتلاقيك ماشي زي الفل. اهو هنا بس هو حب يلعب معاك ستون في اليمين، لا جاب الستون في الشمال، تمام. هي كي يو بي جود كواليتي راديو اوبيك، بس هنا غيرنا بس وعملنا، معلش انا ايه الهبل اللي انا بعمله، معلش يا شباب. ده كده اهو في الليفت، تمام. بعد كده خلاص قلنا الليفت رينال ستون، وقلنا عشان اعمل كونفرميشن خلاص بعمل سبايرال سي تي، هتلاقي الكلام بيعيد نفسه. هنا بقى ده ممكن تركه، لو الواحد عدى دي ممكن ما يعرفش يقولها، تمام. ايه بقى دي ستون، وايه الستون اللي بتاخد شكل الكاليسيز وبتبقى اكبر ستون ممكن عيان يتعرض لها؟ هي ايه؟ الستاج هورن ستون، تمام. بس خلينا في الكومنت نمشي خطوات ما ننطش ستيبس. كي يو بي جود كواليتي راديو اوبيك، قلنا خلاص يميني يبقى هو هنا شمال العيان، يبقى ليفت والكني في اللمبر، خلاص. لارج رينال ستون انا وصفت ما قلتش حاجه، ده كده فعلا رينال ستون موستلي غالبا ان هي اوكيوباي رينال بلفس، واخده شكل الكاليسز والبلفس اهي، شويه شويه هتنزل في اليوريتر كمان، تمام. وقلنا خلاص ان هي واخده الابر والميدل واللور كالسيس، خلاص تمام. دي غالبا ايه، مش غالبا بقى، هنا مش هقول الجمله بتاع وي نيد سي تي تو كونفرميشن، لانك لو تفتكر معايا من فيديو الانترودكشن قلت لك الحاله الوحيده اللي ما ينفعش او خلاص انا كده كده ما فيش حاجه شبهها ومحتاج ان انا اعمل لها سي تي هي الستاج هورن ستون. الستاج هورن ستون بكتفي بالاكس راي فقط، فعشان هنا بقول فاينل دايجنوستس على طول، ده يا دكتور ليفت ستاج هورن ستون بديهيه، خلاص ما خدناش وقت. تيست يور سيلف، دي ايه؟ دي ستون عاديه، تمام. فهتقول ايه بقى؟ كي يو بي اون الابدومين والبلفس شو ان جود كواليتي عشان العين سنترلايزد، وهنا التوركس باينانين واللور بوردر بتاع السيمفيسيس بيوبس باين، وخلي بالي ان هو هنا هايبر اللي هو هنا راديو اوبيك شادو، تمام. وهنا موجود شمالي يبقى هو هنا يمين العيان، كل الكلام ده غالبا ستون بعمل سي تي. هنا بقى نفس حوار الستاج هورن، واخده اهو ادا كده اهو، ده هورن وده هورن وده الهورن الثالث، نفس الحوار، بس هنا كانت يمين هنا كانت شمال، هنا هتبقى يمين، ونفس كل حاجه. اديني خلصت الاكس راي في مينت. طب تعالى على السي تي، افتكر معايا الكومنت بتاع السي تي اهو يا دكتور، ده عباره عن ايه؟ ده الفيلم ده السي تي سبايرال نون كونتراست سي تي، موجود فين؟ على الابدومين، هيعلق بعد كده على الراديش البيم دايركشن. انا قاطع هنا زي ايه؟ دايره، ده زي قرص اللانشون، يبقى ده اكزيل كات، خلاص. قلت لك خلاص ان اي ليجن هيبان هايبر دنس، فهو شوينج هايبر دنس ستون اون خلاص يميني عكس، يبقى هو هنا في الليفت.
تمام. قلت لك ما تنساش الجمله اللي بتنقص في الدرجات والله، وعليها درجه درجه ونص، اللي هو الرايت كيدني كومبليتلي نورمال، ما فيش فيها اي حاجه، مش كبيره في السايز. بص على اللي تحتها كده كبيره عامله ازاي، شوف 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 دي بغله ازاي مقارنه بالكيدني التانيه، برغم ان الكيدني التانيه فيها ستون، بس شوف هنا دي كبيره ازاي وهنا نورمال، فعشان كده هنا بقول نورمال. تمام، هنا هقول نفس الكلام سبايرال بلاستيسيتي، انما خد بالك بقى شوف هنا انقطع زي قطعه اللانش، انما هنا انقطعت بالنص، في نص ورا وانا شايل نص، فبنسميه ايه؟ النص القداماني بنسميه كرونا. وبرده هنا هايبر دنس ستون فيلنج البلفي كاليسيان، اللي هي الكالسيس، عايز تقول البلفس او الكالسيس عادي، اللي هو هنا ايه؟ ستاجورن ستون. تمام، الاذر كدني شوينج هايدرونيفروزس، فيها محتقنه غالبا، فيها برده ستون بس في اليوريتر، ومنع الميه ان هي تنزل فعملت هايدرونيفروزس. فهمنا فهمنا كده، احنا خلصنا يا شباب كل ما هو ليه علاقه بالرينال ستونز، احنا لسه في الستونز بس، خلصنا الجزء بتاع رينال. تمام، اللي هو احنا حششناه في السكيم اللي هو بتاع الاكس راي وبتاع السي تي. في بعض الاورال كويستشن بعد ما تعمل فول كومنت بيقول لك لو سمحت تعالى معايا بقى كده هنجاوب سؤالين. الاسئله دي والله من المحاضرات النظري بنفس النص، فعشان ما نطولش وقت الفيديو انت هتلاقيك عارفها كلها، بس انا هقول لك ايه الاسئله الفي اي بي والمهمه. الموست كومن ده سؤال بنص درجه كده على السريع عشان تقول له الكالسيوم كونتيننج ستون، ودي موجوده بشكل اساسي، ده سؤال في اي بي وهيكرر معاك في الاند راوند، هيكرر معاك في الفاينل، هيكرر معاك في العملي. ايه الحاجه الوحيده من الستون اللي ما بتبانش في الاشعه؟ اليوريك اسيد ستون، دي راديو ليوسنت بتبان غامقه فما بعرفش اكشف عليها باي حاجه. تمام. لو في اشعه جات لك ستاج ورن هيقول لك السؤال ده، الستاج ورن بتتكون من ثلاث ايه؟ عشان تقول له بس هم دول مغنيسيوم وامونيوم وفوسفيت، لا اكتر ولا اقل. ايه اللي بتعملها؟ غالبا دي انفكشن يا دكتور. طب الانفكشن مين الاورجانيزم المشهور قوي؟ هتقول له السودوموناس والكليبسيلا بس. تمام، الكومبليكيشن بدي هي حاجه حصلت فيها اوبستراكشن، هتعمل لي هيدرو، هتعمل لي الميه ستيز، الميه ركنت دي كلها بكتيريا واورجانيزمات، هتعمل لي انفكشن، الانفكشن هتبدا ان هي تضرب الرينال فانكشن تماما، بعد كده ان هي هتبدا بقى خلاص تعمل تخش على الاندوثيليوم بتاع الكيشو، فتعمل لك ميتابليزيا، الميتابليزيا تقلب مالجنانسي. لو تفتكر ان اللونج ستاندنج انفكشن او ريكرنت انفكشن وان اوف ذا موست كومن ريسك فاكتور للمالجنانسي. السيمتومز والله والله ما قاليش ايه السيمتومز، قال لي وصف لي الرينال كوليك، وده انا اتسالته في الامتحان والله. تمام، عشان تقول له ده في الرينال انجل بيمتد لغايه الجروين، يعمل ريفيرر للجروين، ما بيتغيرش حتى لو العين وقف نام وهيفضل الوجع ماسك فيه، اديله بس حقنه كده اسبازمو فري هتلاقي العين بقى زي الفل ريليفد بالانالجيسيك. تمام، ممكن العين يبدا ان هو مثلا نوزيا فوميتنج بنتيجه الفيجال ريفليكس. طبعا انت عارف ان الابدومين البرا السمباثيك بتاعها بيبقى الفيجوس، وبالتالي لو عملت اريتيشن ولا اي حاجه الفيجوس بيبقى هايبر ستيمولايد، فيبدا ان هو يعمل ريفلكس نوزيا وفوميتنج. تمام، بعد كده بقى المانجمنت، وايه امتى استخدم اسدول، امتى استخدم بي سي ان ال. ومعلش يا شباب في ما تقولهمش لدكاتره اليورو اسدول وبسنل والجو ده، قول له الاختصارات يعني. تمام، بي سي ان ال وهكذا، ما تقولوش الكلام ده كده عشان والله بتضايق. تمام، والكومبليكيشن بتاع التريتمنت كده خلصناه، تعالى بس كده قول لي على اليوريتر ستون. تمام، لو انا هعمل اكس راي برضه نفس الحوار نفس الحوار، بس انت بس بركز، هنقول نفس الكلام والله بدون اي تغيير. كيو بي جود كواليتي على الابدومين والبلفس، برضه راديو بيتشال، بس هنا انا هناك في الكدني بنقول ليفت لمبر، انما هنا هنقول بقى هو في انهي يوريتر. قلت لك ده هنا يمين يبقى ده شمال العيان، يبقى ده ايه؟ ليفت بلفيك يوريتر، غالبا ستون، بعمل سي تي عشان اكونفيرم الدياجنوزز. دي نفس الاشعه بس عاملها لك بكذا شكل، وهو هنا غالبا عشان يسالك هو ايه بقى الفرق بين الكورونال وايه الفرق بين الاكزيال، عشان يعرف فاهم الكونسبت بتاع البيزكس بتاع الاشعه اللي احنا قلنا في المره اللي فاتت. لا انا قطعك هنا نص قدام ونص ورا وباصص عليك، يبقى في ايه؟ دي عباره عن كورونال، انما هنا انا قطعك زي اللانشون في البي، البي دي كده، انا هنا وهنا في الاشعه دي انا قطعك زي القرص اللانشون، يبقى دي عباره عن اكزيال قط. تمام. خد بالك بس ان انا عندي هنا الليجن فين اهو، سبايرال نون كونتراست سي تي، في ايمج ايه اهو، ركز معايا، هايبر دنس ستون في الابر لامبر يوريتر. تمام، لو انت تفتكر معايا في الاناتومي كان يقسم لك اليوريتر لثلاث حتت، لامبر وبعد كده البلفيك، تمام، وما بينهما.
تمام اهو يا سيدي، وخلاص ده في اللمبر يوريتر. طب خلي بالك بقى، بص على حجم الكدني يا صاحبي، شوف الكدني دي نورمال ازاي، شوف دي قدها 6 7 مرات ازاي، هيدرونيفروزس، عشان قلت لك الميه مش عارفه تعدي، وبالتالي هتفضل تتحوش هنا تتحوش هنا تتحوش هنا، فالرينال البرينك ما تتضغط، البلفز يزيد، فالرينال تبدا، فالكدني تبدا تكبر في الحجم. تمام. هو هنا برضو ده اهو يا سيدي، النقطه البيض الصغيره دي هي الستون، فين ده يا صاحبي؟ ده هنا بيشاور لك بالسهم الابيض ده، دي كده ان الكدني كبرت مقارنه بالكدني الثانيه. فين بقى؟ والله يعني استحي ان انا اعملها لك، النقطه البيضاء دي والله اللي انا عملت عليها دي. تمام، هي دي الستون. تمام. وهنا برضو خلاص عرفنا هايبردينس، ادي خلاص الاورال كونستشن هو قول لي هنا الكوليك، قلنا فوق الكومبليكيشن فهمتها لك قلتها فوق، وهيقول لك قول لي الاوت لاين بتاع اليوريتر ستون، هتبدا طبعا بقى لو في رينال كوليك هعالجه، لو العين بيرجع هبدا ان انا اظبطه، امتى بقى ابدا استخدم ازويل، لا امتى ابدا استخدم بقى بي سي ان ال، لا امتى ان انا استخدم يوريتروسكوبي واخش بقى من البلادر لليوريتر وابدا ان انا افتت الستون واسحبها معايا. تمام، كل الهيصه دي كده بقى، ده الجدول من المحاضره بتاعتكم، انتوا حافظينه اكيد، فما فيش داعي ان احنا نكرره في الفاضي. اخر حاجه الفيزيكال ستون، الفيزيكال ستون طبعا هتعمل كي وبي. شوف يا سيدي يعني شفت المنظر، في ناس عندها ده كده ستون والله، الحته الكبيره دي ستون، هل اختلفنا؟ ما فيش. كي وبي اكس راي جود كواليتي عشان عيان، طب هنا راديو بيت شادو، فين بقى كل اللي انت بتغيره؟ والله هي المنطقه، هي المنطقة شوية، لا اللمبر ريجون شوية، لا الليفت بلفيك يوريتر، لا شوية هنا سنترال بلفيك ريجون، عشان ده كده اقول له بلادر ستون، فاهم؟ بغير المكان بس يا شباب. نفس الحوار انا عمال اعيد وازيد، والله واحد غيري كان زمانه بيقلب، بس كتر التكرار بيثبت المعلومة اكتر واكتر. اهو يا سيدي ده عبارة عن ايه؟ البون هنا مش باين، تمام، فده عبارة عن ايه؟ الفيرتبري مش باين، الفيرتبري معلش اقصد البون باين اهو، فده تبقى سبايرال سي دي موجوده فين؟ على البلفس. طب ده ايه؟ حته لانش اكزيال كات. انا شايف ايه؟ هايبر دينس ليجن في انسايد اليورينر برادر، يبقى ده عباره عن فيزيكال ستون. هيجي يقول لك قول لي الكومبليكيشن بتاع، معلش قول لي الكوزز بتاع الباثولوجي ان يبقى عندي ستونز في قلب البلادر، عشان تيجي تقول له لو واحد البول بتاعه مش عارف يصرفه، او ان البلادر بناين بروستيت هايبر بليزيا، او ان الراجل ده عنده يوريسترال استريكشر من كتر الانفكشن، او انه قد يكون ولد صغير وعنده كونجنتال انومالي وعامله استريكشر في اليوريسترا، او قد يكون راجل كبير مثلا وعنده قدا اكوينا وبالتالي عنده نيوروباسيك بلادر مش عارف يصرف البول. ايه السيمتومز؟ خلاص عرفنا البين طبعا عشان في حاجه سادة والبلادر عماله تتنفخ، فخلاص، او انه يبقى عندي فريكوانسي بالميكتريشن ديفيكالتي هيماتوريا من كتر الاحتكاك. التريتمنت سهل بقى جدا، والكومبليكيشن ما تقولوش طار الكلمه دي والله بتعفرطهم، قول له تي يو ار بي، تي يو ار بي. كده خلصنا يا شباب الستون، خلصنا الستون، احنا كنا شرحنا السكيم في 15 دقيقه صح؟ الستون بقى يا سيدي ما هتلاقينا ما كملناش في 10 دقائق، تعالى بقى معايا في الرينال، معلش انا قفلت البتاع اسف. تعالى يا سيدي ناخد بسم الله الرحمن الرحيم الرينال كانسر، انا شرحت لك السكيم بتاع الرينال كانسر تمام، وشاورت لك عليها، لو تفتكر السكيما وقف الفيديو واطلع اقرا السكيما تاني وبعدين انزل لي. شوف بقى يا سيدي اهو، اديني عمال اقول لك اهو كونتراست انهانسد سي دي، تمام اهو يا سيدي كونتراست انهانسد، وقلت لك عشان افكرك كتبت لك اي بي عشان ما تقوليش اورال، عشان ما تقوليش ده في هنا حتت بيضه يبقى ده اورال، لا والله انا بحمي بالاي بي. فين؟ على الابدومين، تمام، الصوره دي حته لانشون يبقى ده اكزيال، تمام، انما ان انا قطعك قدام وورا يبقى ده ايه؟ كورونا، تمام، قلت لك ده لو حته كده مدوره وحلوه وشاربه صبغه، تمام، وهيتروجينوس، لا ده انا اقول كده يبقى ده ايه؟ بارينكمال في الليجن، فبقول ايه؟ اهو بقول كده ويل سيركمسكرايب راوندد سوفت تيشو ماس ويز هيتروجينوس انهانسمنت، تمام، عاوز انت بقى تزود وتقول له ارايزنج من الابر بول وعكسك اللي هو الشمالي يبقى الرايت كدني، يبقى تقول له
تمام، عاوز تكتفي بكلمه كده ان دي ويل سيركمسكرايبد ماس ويز هيتروجينس انهانسمنت موجوده في الرايت كيدني وتكتفي، هيديك الدرجه والله العظيم. تمام، وما تنساش الجمله الشهيره، علق على الاذر كيدني، هنا الاذر كيدني كومبليتلي نورمال، مفيش زياده في الحجم، مفيش حته طالعه، مفيش حته بارزه، فهي كومبليتلي نورمال. تمام، ادينا خلصنا السي تي بتاع الرينال كانسر. طبعا هيجي يقول لك بقى قول لي التايبس بتاع الرينال كانسر، ده كله من المحاضرات النظري. تمام، الباثولوجيكال تايبس عشان تقول له كلير سيل كروموفوب، ده كله من النظري. تمام، التريتمنت بقى يا صاحبي، التريتمنت هنا هو المهم، وده اكتر سؤال بيتسال. تمام، اهو عاوز بقى محاضره الرينال كانسر كبيره جدا، بس دي اكتر اسئله بتتكرر، ودي الاسئله اللي محطوطه لكم في البي دي اف اللي الدكتور ليمون بعته لكم، فعشان كده نكتفي بدول. عاوز تزود على نفسك ومش مكتفي، روح لمحاضره النظري وراجعها قبل ما تخش الامتحان العملي. تمام، الشباب اللي مش هتقدر او المزنوقه في الوقت ما تقلقش تماما، هم الثلاث اسئله دول اللي بيتكرروا. تمام، بعد كده خش على البلفس. طب انا عرفت ان منين البلفس؟ مفيش صبغه راضيه تعدي، الصبغه قطعه ميه. تمام، الليجن قطع الميه ان هي تنزل، مفيش هنا اي حاجه، الاصول كل الصبغه المتحوشه دي تنزل هنا، مفيش بقى خالص. فكده يبقى انا في رينال بلبس، يبقى انا هقول الاسطمبه بتاع رينال بلبس كونتراست انهانسد سي تي عبلت عن طريق الاي في من الابدومين، قطعت نص ورا ونص قدام كورونا الكاتس. انا هنا عرفت ان هو قطع الصبغه، قطع الصبغه يبقى انا في انهي فيز؟ اكسكريتوري فيز. ممكن ما تقولهاش، انا ممكن تقول له كده يبقى انا شايف سوفت تيشو ماس في الليفت رينال بلبس، عشان يميني هو شمال هو عكس العيان وهكذا. دي غالبا ايه الكلمه دي معلش مهمه جدا 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 جدا. تمام، بس قبل ما نقولها، بس اللي هو عباره عن ايه؟ دي عباره عن ايه؟ ده ابر يورينري تراك يوروسيليال كارسينوما. تمام، ده كده الدياجنوزس بتاعي. طب انت هتقول له كده وتسكت، انت يعني فاجر السي تي بتاعتك هي هيستولوجيكال هي البيوبسي؟ لا، تقول له معلش انا هنا لازم اعمل العيان ده بتاعي بيوبسي ايه، وعشان اشوف الهيستولوجيكال طيب بتاعها وحدد التريتمنت على اساسه. الاذر كيدني طبعا كومبليتلي نورمال، بس هنا احنا لسه في اول الفيز بتاعي، هنا في اول الاكسكريتوري فيز، فلسه الصبغه ما عدتش. انما هنا شوف الصبغه الاصول نزلت، في حتت نزلت، حتت فاضيه، حتت نزلت، دي كلها ماس مش شاربه صبغه، مفيش صبغه معديه، فده الصبغه معديه من الحواف، فعشان كده بنقول ان هي هنا الاوبستراكشن هنا النورمال. تمام، طبعا هيجي يقول لك بقى قول لي الايتيولوجي. تمام، ده كله من النظري. وايه الموست كومن لو هي بنوين؟ ولو مالجننت ايه الموست كومن؟ عرفنا خلاص ان هي الابر يورينري تراكت يوروسيليال كارسينوما. التريتمنت، التريتمنت شباب ده معاك عملي ومعاك فاينل ومعاك اند راوند. الشباب لو لسه هتسمع الفيديو لسه ما دخلتش الاند راوند، بنقول كده نيفرو يوريترو اكتومي. تمام، اكتومي بمعنى ان انا هشيل، يبقى انا هشيل الكيدني دي وهشيل اليوريتر ده، وكمان هاخد معايا بلادر كاف. بلادر كاف ان انا هاخد زي ايه، هكبش كبشه كده من البلادر واخدها. كل ده ايه؟ لان اليو تي يو سي ده يعني هايلي بس ميتاستاتيك، فعشان كده ببدا ان انا اخد احتياطي من الاول، بمجرد ما بشوفه بقوم شايل الدنيا دي كلها ومفضيها. تمام، كده انا خلصت البلادر رينال كانسر، هبدا ان انا اخش في البلادر كانسر. البلادر كانسر ده عباره عن ايه؟ قلت لك ام ار اي ان هو بتاع الميه تي 2. تمام، ده موجود فين؟ على البلفس. هنا قطعك زي حته اللانشون، شايفك دايره، ده كده اكزيال. تمام، بعد كده انا دي كلها ميه، قلت لك التي 2 هي اللي بتبين الميه، في حته ما شربتش ميه، يبقى ده كده السوفت تيشو ماس. قلت لك عاوز تكتفي بكده، اكتفي. مش عاوز تكتفي، هتقول له بقى ان انت طالب في التو جامد طالعه منين؟ من اللاترال وول. تمام، ادي اهو على اللاترال، انما ده كده ابر، ده كده ان لور او انفيريور وخلاص. ده عباره عن ايه؟ بلادر كارسينوم. دي مثلا اشعه ثانيه، بس هنا يا سيدي عاوز تعرف هي ام ار اي ولا سي تي. اما انت ممكن تتخض، اقول لك بقى البون يبان في السي تي ابيض، انما شوف هنا البون، البون اسود، البون اسود، البون اسود، فدي تبقى عباره عن ايه؟ ام ار اي. طب معموله على ايه؟ معموله على الفيزيس. انما هنا انا قطعك بالجنب وبصص عليك من الجنب، يبقى انا ايه؟ ساجيتال في الصوره رقم ايه. انما قطعك ورا وقدام، يبقى انت ايه كده؟ ان انت كورونال سيكشن. ده عباره عن ايه؟ حته شرب كل دي ميه ودي مش راضيه تشرب السوا، حته سودا كل دي ميه ودي مش راضيه تشرب تعمل السوا، فدي عباره عن ايه؟
most probably bladder carcinoma. ده الاورال كويستشن عليها اللي هو التريتمنت وايه الباثولوجيك تايب بتاع البلادر كانسر. طبعا هو اليوروسيليار كارسينوما ده الموست كومن, قد يكون سكويماس وده ليس كومن. تمام تمام. ايه الانفستيجيشن اوف تشويس لو معايا بلادر كارسينوما؟ قلنا خلاص ان انا دي حاجات مبدئيه انا شكيت, هبدا ان انا مش هكتفي بكده, لازم انا اعمل بايوبسي عشان ايه؟ اشوف عشان اشوف الهيستولوجيكال تايب بتاعي, عشان في تايبس بتختلف التريتمنت بتاعها شويه. ايه التريتمنت؟ طبعا ممكن اعمل كومبليت تي يو ار بي تي. تمام. او ان انا اعمل طبعا ما تنساش ان انا احقن بي سي جي. تمام. الكلمه دي مهمه. ولو هو بقى هعمل راديكال سيستكتومي او كده ومعاها يورينري دايفرجن, تمام, خلي بالك من التحويلات. ممكن يقول لك طب قول لي ايه انواع التحويلات لو حب يطول معاك الكلام شويه وخلاص. وبكده يا شباب احنا خلصنا اليورولوجيك تماما. ده لو انت عاوز تيست يور سيلف. ودي كده اشعه الترا ساوند, قلت لك دي اقل اهميه. تمام. ما تركزش عليها قوي, ابدا ركز بقى هنا. ده كده انترافازيكال ستون, ده كده يوريتر ستون. تمام. ده كده هيدرو نيفروزس. تمام. ده كده بلادر كانسر. يور بلادر كانسر معلش. تمام. طب انت هنا ليه البلادر هنا هيدرو نيفروزس معلش. تمام. وده سي تي عشان الفيرتبري بيضة, انما هنا مثلا ده برضو كده سي تي عشان البتاع بيضة. تمام. ده كده هتعرف ان هو هنا في مالجنانسي باينه خالص. هنا مش هقول لك عليها بس هحللها لك برده مالجنانسي. تمام. الدنيا معاك كلها زي الفل, قلنا كل حاجه, خلصنا الانترو, خلصنا الالترا ساوند بتاع اليورولوجي, خلصنا اليورولوجي. لو حد عنده اي استفسار يبعت, واتمنى ان انا اكون نلت اعجابه وان انا وفقت في الشرح. قلت لك ان احنا مش هنطول في الشرح, وهو 36 دقيقه خلصنا اليورولوجي كاملا. تخش بالامتحان ربع ساعه منهم ذاكرت السكيم, الربع الساعه الثانيه حليت معاك كل الاشعه, حليت معاك الاشعه بتاعه تست يور سيلف, راجعنا معاك بعض اهم الاسئله بتاع النظري, قفلنا اليورولوجي. فلو انت حالا مسكت اليورولوجي في ربع ساعه, اكاد اجزم لك ان انت مش هتبص على اليورولوجي حتى قبل الامتحان العملي. بالتوفيق جميعا, ودعواتكم لينا بالتوفيق جميعا في الامتحانات اللي احنا داخلين عليها, وربنا يكرمكم شباب. مع السلامه.